يعني إذا ماكو كهربائية دائما كانت ماكو، يعني كان أي ضوء ممكن إنه ضوء التليفون، ضوء الفانوس مثل ما نقول عامية. الشتاء اللي كان غزير بالأمطار اللي هو أيضا كان نعمة من عند الله سبحانه وتعالى على العراق، لكنه كان عذابا، يعني كان جزءا من كبيرا من معاناته خلال السادس العلمي.